ما غاديش نكثر عليكم وغادي ندخل لصلب الموضوع. الامر كيعني مهاجر تونسي جاء من قرطاج واستقر هنايا في كندا على اساس فيزا سياحه، وفجاه تبارك الله عليه كان ذكي وذكي بزاف، ما بقاش في موريال، خرج من مدينه موريال. هادشي علاش الناس انت او انتي اللي باغين تجيو لكندا ما تبقاش غير في الميتروبول، تقدر تدخل جوجل وتكتب لو ميتروبول غيطلعوا لك بزاف ديال المدن اللي هما في ميتروبول. الامر كيعني موريال، لافال، لونغوي، تيربون، هاد المدن غير بعدو منهم حيت فيهم واحد الاكتظاظ وما غتلقاوش فيهم فرص الشغل. هادشي علاش بغيتكم تجيو لي ريجيون كيف ما دار الصديق التونسي، وهادشي علاش بغيت ننصح خوتنا المغاربه اون جينيرال، سواء مغاربه جزائريين، تونسيين، موريتانيين، بارتو في العالم، بغيتكم ديروا كيف ما دار هاد الصديق هذا. ولا بقيتو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، غادي نشرح لكم كيفاش دار هاد الصديق، كيفاش حول فيزا فيزيتور الى رخصه عمل، وكيفاش دار باش لقى عمل، وكيفاش دار باش ديبان راسو اون اتوندون. حيت فاش كتجي عندك واحد المده ديال 6 شهور، المده ديال 6 شهور محدوده، يعني فاش كيدوز الشهر الاول والشهر الثاني وما لقيتيش، ما جاتكش فرصه عمل، كنطلب منك الله يرحم لك الوالدين خرج من موريال، حيت موريال ما غادي تلقى فيها والو. الصديق اللي جا من تونس اشنو دار؟ جا المدينه ديال سانت ياسان، استقر فيها، وفي التالي مشى عند مشى كيقلب، هاز السي في ديالو كيمشي كيقلب، بيان سور كيمشي كيبوستولي، ماشي كيبوستولي ديريكتومون، ولكن كيقلب على الشركات كيبان لهم نوزومبوجون، كيمشي كيسول، كتبان ليه نوزومبوجون هنا، كيمشي كيسول هذاك المقاول ولا هذاك المدير ديال الشركه. فينالمون مشى البيتزا سالفاتوري، مشى دق عليهم، السلام عليكم، السلام، واش خصكم شي واحد اللي يخدم معاكم؟ قال لي اياه، خصنا شي واحد اللي يخدم معاهم. وفاش بدا معاهم هو ديجا فاش جا كانت عنده السياره ديالو، حيت فاش كتجي هنا فيزا توريست عندك حق تشري سياره، وعندك حق بيان سور تكون عندك سياره وتديبلاصا بها بهذاك لو بيرمي انترناسيونال ديالك، تقدر تسوق بها حتى في كندا. دونك هو بهذاك لو بيرمي انترناسيونال جا هنايا وساعدو بزاف حيت لقى فرصه عمل في بيتزا سالفاتوري. شنو هي هاد فرصه العمل؟ يعني خدام مع هاد بيتزا سالفاتوري كيصاوب لي بيتزا وفي نفس الوقت كيدير لا ليفريزون. يعني كيفاش غادي تسولوني كيفاش غادي نلقاو فرصه عمل وحنا اللي كي جايين فيزا فيزيتور؟ ما غاديش نكذب عليكم الاصدقاء، في الاول جا خدم كاش، خدم نوار، يعني حيله. هادشي كيفاش كيقولوا لها باللونغاج كيبيكوا، باللونغاج كندا، كتخدم كتخلص سولا طاب. هادشي اللي كنقول لك في البداية، بزاف كيقول لك حقا ما نقدرش نخدم، سي ديفيسيل، الكرا غالي، لو نيفو دو في غالي، ولكن الا بقيتي في موريال راه صعيب باش تلقى خدمه، ولكن الا جيتي لا ريجيون غادي تلقى خدمه وتقدر تخدم نوار. وفاش سولتو قلت ليه السلام عليكم سي ايوب، واش ايفيكتيفمون كاين خدام موجودين؟ قال لي خدام كندير لا ليفريزون وكنطيب لي بيتزا، وفي نفس الوقت خدام سيرفور. كيف ما سمعتي، تقدر تجي ما غاديش تلقى الخدمه ديال الاحلام ديالك اللي كنتي كدير فيما كنتي دابا، ولكن كاينين خدامي باش ديباني، كاينين خدامي اللي غديبانيهم في البداية، خصوصا وانت يلاه كي جاي، يعني خصك فلوس باش تخلص الكرا، باش تخلص ليسانس، باش تخلص لاسورانس، باش تخلص المصاريف ديالك اليوميه. هادشي علاش كتقدروا تخدموا كاش نوار. هادشي اللي كنوصيكم الاصدقاء، فاش تجي ما تبقاش غير مريح وكتبوستيلو وكتصيفط لي سيفي، لا، هز السيفي ديالك، هز الكارطابل ديالك، لي ديبلوم ديالك، وسير وسول وقلب. وغادي نقول لكم الاصدقاء، الى المشغل شاف وحس انك عندك الرغبه باش تستقر في كندا وعندك لي كومبيتونس وغادي يربح موراك دراهم، غادي يخليك وغادي يخدمك. حيت هنايا كيقلبوا على هذاك، على هذاك لومبلوي اللي غادي يدخل ليا الدراهم، اللي غيدخل ليا الفلوس. الا ما كنتيش كومبيتون، ما عندكش اللغه، ما عندكش الامكانيات، بيان سور ما غاديش يشوفك، ما غاديش يخدمك، وما غاديش يعطيك فرصه. هادشي علاش حلوا معايا وديناتكم بزاف بزاف. خاصكم تعرفوا على ان هاد السيد هذا فاش سولته قلت ليه شكون اللي كيتكلف بالاجراءات القانونيه ديالك، قال لي اسمح لي انا لي كومبيتونس ديالي والمؤهلات ديالي ما كتسمحش ليا باش نبقى نعمر لي فورمولير وداكشي. صح، هو جاب دراهم زايد، يعني فاش كجا فاش جا هنايا مشى هضر مع محامي، هضر مع محامي، تكلم معاه، تواصل معاه، قال لي انايا راه لقيت مشغل وبغيتك تقوم لي بالاجراءات القانونيه. وبصح قام بالاجراءات القانونيه ديالو،
قال لي فوالا عطيني السميه ديال هذا المشغل، عطيني المعلومات اللي خصك تجيب لي من هذا المشغل وانا غادي نتكلف لك بالله. وبصح هذا الشيء اللي دار الاخ ديالنا، مشى عند المحامي عطاه لو دوسي تكلف به، ولكن فاش تجي تبدا مع محامي ماشي تعطيه لو دوسي وتخليه على خاطره، لا خاصك تبيكي اي خاصك تقول لمرات تمشي تعيط الو السلام عليكم امدرا اش درتي لي في الدوسي، واش سافونس بيان امدرا، واش هاد لا كومباني عندها داكشي هو هذاك مغيز، واش غادي نبقى ان شاء الله هنا ونخدم مع هاد الشركه. وخصك ديما تعيط وتسول وردوا البال، كاين بزاف ديال المحاميين وديال لي زاجونس دي ميغراسيون اللي كيديروا لي زارناكور اللي كيغشوا بنادم، لحقاش عارفينك انت جاي فيزا فيزيتور، عارفينك جاي ما عندك حتى شي قانون، القانون ما كيحميكش حيت انت غير سائح، هادشي علاش يقدروا ينصبوا عليكم ويدوا لكم رزقكم، هادشي علاش ردوا بالكم. ولا مشيتوا عند محامي اللي معروف ومطلوب على سافا بروندغ بوكو دو طون، هادشي علاش خصكم تكونوا على القرص وتبقاو ديما تعيطوا تبقاو ديما تسولوا الو السلام عليكم فين وصل الدوسي، الو ياك مالي دوكيمون هما هادو، واش خصك شي ورقه خصك شي اثبات. هادشي علاش نتوما فهادشي خصكم تكونوا محسكين وتكونوا ناضين، الله يرحم لكم الوالدين. هادشي علاش الله يرحم لكم الوالدين، بنادم ميبقاش يكذب عليكم ويقول لكم صعيبه ما يمكنش تحول فيزا فيزيتور الى بيرمي دو ترافاي او لا بيرمي ديتود، ممكن. والصديق راه غنوريكم التصاور ديالو، الطوموبيله دار اكسيدون، الطوموبيله تقلبات ليه، وجاو لي بوليسي وجاو لي بومبي، وخرجت قسما بالله خرجته من السياره انا واحد لو كيبيكو، خرجناه بالسياره وحطيناه ودرت ليه عطيتو نصيحه لوجه الله، هو واحد جاي فيزا فيزيتور وخدام كيدير ليفريزون ما عندوش رخصه باش يخدم. وانا شنو قلت ليه؟ قلت ليه بما انك خدامو داكشي ودارت حادثه، هو داير فاش دار حادثه كان كيلعب في التليفون ديالو، كان كيلعب في الهاتف ديالو، والسيد بدا كيبكي قال لي ما عرفتش شنو غادي ندير وتخلع. قلت لي شوف كذبه بيضاء يا ربي تسمح لينا، قلت لي غتقول لي خرجت القطه هادشي علاش دخلتي في البوطو وتقلبات لك الطوموبيل. ها انتم غتشوفوا دابا الصوره غتبان لكم الطوموبيل مقلوبه، كان غادي كيلعب في التليفون وهو يدخل في واحد البوطو تقلبات ليه الطوموبيل. جاو البوليس، جاو رجال المطافي باش يشوفوا شنو كاين، وبقاو معاه حتى الاخر، وانا بقيت كنساعدو باش يشوفوا واش الصحه ديالو مزيانه واش هو بخير. وهادشي اللي وقع بالضبط، هذا هو السبب كيفاش تعرفت على هاد التونسي. قسما بالله الا جا فيزا فيزيتور وخدام سولا طاب خدام بالكحيله، وفعلا جاب الله التيسير، دابا راه بدا في الاجراءات ديالو وغادي يبقى مع هاد الشريك مع هاد سالفاتوري، وغيبقى يصايب لهم ديما لي بيتزا، خدام معاهم في لا كويزين. هادشي علاش نتوما انتي الا كنتي بغيتي تهاجر لكندا كاينه هاد الطريقه اللي غادي تسمح لك تخوي البلاد وباقل الاضرار. خصك غير تكون كومبيتون، يكون عندك ان بون نيفو ديال الفرونسي. ونصيحه اخرى الله يرحم والديك، قبل ما تجي كندا لي دوكيمون ديالك كامل تخليهم في المغرب اولا في بلادك، يعني لي سي في لي ليتر دو موتيفاسيون لي ديبلوم كاع كوارتك كاع شغلك كامل تخليه في البلاد، توديرو في دوكيمون ديرو في انفلوب حتى توصل لكندا تحط رجلك تفوت لايغوبور عاد باش تعيط لداركم باش يصيفطوا لك داكشي في انفلوب في الدي اش ان اولا فيديكس. وياكم ثم وياكم تجيبوا لي دوكيمون معاكم فاش تكونوا جايين، هاد لي دوكيمون ما تجيبوهمش معاكم حتى توصلوا عاد باش قولوا ليهم يرسلوا لكم الوريقات ديالكم الشواهد ديالكم، لحقاش غادي ينفعوكم. وخصكم تعرفوا على ان ممكن تحول فيزا سياحه الى رخصه عمل او لا رخصه او لا رخصه دراسه، خاص غير يكونوا عندك المؤهلات، تكون عندك حرفه، يكون عندك في يديك ولا في دماغك باش تقنع هذاك المشغل باش تبقى معاه، حيت المشغل الا اقتنع انه غيدخل موراك دراهم وغادي يستافد مورا التشغيل ديالك بيان سور غادي يخليك وغادي يقاد لك وريقاتك باش تبقى وتستقر في كندا على اساس بيرمي دو ترافاي. هادشي علاش كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي مهتمين بانهم يهاجروا لكندا، حيت غادي تعطيهم فرصه فين يقدروا يغيروا حياتهم. وكنتمنى التوفيق للجميع، كنتمنى الناس اللي دايرين لي بروسيدور دي ميغراسيون ديالهم ربي يوفقهم ويوفقنا. وما تنساوش بيان سور تخليو ليا كومونتير، تخليو ليا جيم لا فيديو،
ولا عندكم شي تساؤلات راه غنخلي لكم لتحت الرابط ديال لاباج سور فيسبوك، تقدروا تصيفطوا لي دي ميساج، وراه الناس اللي متتبعين معايا في القناه راه عارفين اني كنجاوبهم بداكشي اللي قدرت عليه، وانا ديما راه الاشاره ديالكم. هادشي علاش كنتمنى لكم التوفيق وديما التفاؤل ديما الموتيفاسيون وما يخلعوناش.